هل هناك قول ثابت في رفع السبابة أثناء السير في الجنازة؟ عن رسول الله لم يرد ذلك. لقد ورد عن ابن عباس أنه كان إذا قال لا إله إلا الله رفع إصبعه هكذا، وهذا عام ليس مقيدا بجنازة أو بصلاة. عند ابن عباس كان إذا قال لا إله إلا الله يقول علامة التوحيد.